السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخبارك؟ تمام، جيتكم اليوم مقطع جديد. ايش مقطع اليوم؟ بسوي رياكشن على اثنين، واحد اسمه حسن نور اللي هو اخو محمد نور اللاعب اللي يلعب في الاتحاد، والثاني واحدة اسمها مارلين. اوكي، مارلين صراحة واحد قال لي كنت ما اعرف خالص، واحد قال لي سوي عليها رياكشن من المتابعين، دائما المتابعين يمشي خلاص، المتابعين يبغى غصب يسوي له. اتصل لك واشتراك وسوي صندوق الرسالة تبعني عليها كامل، وليتس جو نبدا المقطع. أول شيء عندنا مين؟ حسن نور، أخو محمد نور. يلا راح أتكلم عن أوت فيت الفي أي بي والمشاهير، تمام؟ أول شيء راح أبدأ من الجاكيت، طبعاً من فروة دب الطبيعي، تمام؟ طبيعي 100% وسعره ما يقارب 60,000، تمام؟ وطبعاً اللبس الداخلي أول شيء نبدأ بالقميص، طبعاً القميص زي ما أنتم شايفين، والبنطلون ماخذهم من ديور وسعره ما يقارب ممكن 3700 ريال، تمام؟ والساعة أعطيهم الساعة، الساعة طبعاً من رولكس، أوكي؟ وسعرها 13,000 ريال. 60,000 ريال المجموع، واحد يقول 60,000 يمني وشكلها يمني صراحة. ساعة من روبلوكس، هذا حد روبلوكس بس، أما رولكس تخيس والله تخيس. ولا جاكيت خايس، مرة خايس، لا لون لا خوش. شوف الكندرة كرمكم الله، من النوع الخايس اللي ما عاد الحين ما عاد حد يلبسه، حتى كانت شيرته بس بطلت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم مع المحامي محمد، الله يحييك يا الله. الله يسعدك يا محمد. قاعد يقول يا ليل ايش الغدة ذا، شوف شوف الله يحييك يا هلا بنورك والله. الله يسعدك حبيبي، يا هلا يا هلا. ربط السعر، المحامي من كوتشي سعر 800,000. نتكلم عن اوت فيت الهاي كلاس، تمام؟ طبعا الجاكيت من الجلد الخالص ومصنوع من جلد التمساح من لويس فيتون، وسعر والله ما حد تمساح الا ما يقارب 34,000 ريال. كذلك الحزام زي ما انتم شايفين، قرب لهم كذا خليهم يشوفوا الحزام، كمان من لويس فيتون واكيد الماركه واضحه قدامكم، سعره ما يقارب ممكن 7,000 ريال، وكمان مصنوع من جلد التمساح. التيشيرت الداخلي اللي انا ماخذه من فيندي وسعره تقريبا ممكن 2800 ريال. البنطلون ماخذه من زارا وسعره ممكن 450 ريال. الشوز وانتم كرامه ماخذه من ميلانو وسعره ما يقارب ممكن 2800 ريال. والشعر راح اتكلم عن اوت فيت الشعر عندي في البرنامج الاصفر. الله يرحم لي امك لا تتكلم، حتى انا ما اقدر اتكلم، شوف شعري خراب. شو شعري هو شعر، انا شعري كويس مره، هو شعري يقهر مره، ينرفز شعري، ينرف كذا ودك تلكم كذا ما ادري ليه. راح اتكلم عن اوت فيت اليوم لرجال الاعمال، تمام؟ طبعا الجاكيت ماخذه من لويس فيتون، سعره ما يقارب ايش في ذا، يعني ناصب عنده عند لويس فيتون اللي اسمهم ذولي، ممكن 24,000. طبعا من القماش الخالص اللي هو القطن، ما في منه الا 4 في العالم، تمام؟ البنطلون ماخذه من زارا وسعره لانه خايس ما في منه الا 4، سعره 450 ريال. التيشيرت طبعا ماخذه من ديور وسعره ما يقارب ممكن 3700 ريال. والساعه اعيد واكرر ماخذها من رولكس، قرب لهم كذا خليهم يشوفوها اكثر. هذه موجودة في البطحة هناك، في سعرها سعر 13,000 هذه من كيس. حتكلم عن اوت فيت اليوم، اول شيء الجاكيت ماخذه من لويس فيتون وسعره ما يقارب ممكن 17,000 ريال، اوكي؟ وبعد كذا التيشيرت الداخلي برضه ماخذه من زارا، سعره ما يقارب ممكن 880 ريال. والبنطلون ماخذه برضه كمان من زارا وسعره 780 ريال. والشوز وانتم بكرامه طبعا ما عيفكم، عيفكم من الشوز دي، وشي الشنطه دي، وشي دي حقت حريم. عم ندور، امسك اخوك، امسك اخوك. طبعا ماخذه من ميلانو وسعره ما يقارب ممكن 800-700 ريال. والساعة طبعا الساعة ماخذها من رولكس وسعرها ما يقارب ممكن 13,000 ريال. صار قال 18 مرة، صدقوني انها 13 ريال، لكن عطهم 13 4 مليون 700 مشاهدة. الخشم من جوتشي سعره 13 ريال، والساعة هذه من روبلوكس. الشماغ ذا ماخذه من اللي تكون زارا ما ادري اسمه، ما ذاك 82,000 ريال يمني. اسمي حسن نور فنان، للأمانة اخترت أغنية لا تسويها لأني أحس أنها فعلا أغنية قريبة لقلبي، هي للفنان فؤاد عبد الواحد. هذا فنان، هذا فلتان. سمعتها من داليا مبارك ومرة حببتني فيها. الفن يحتاج أنك تركز على الفن وتركز على صوتك أكثر من أنك تركز على شكله. مشكلة هو مركز على أي شيء. تخيلوا يا جماعة الخير، جيت زواج لا العريس جاء ولا الأهل جو ولا المعازيم جو، طلع إن القاعة اليوم فاضية. تجحفل احسن، انك تقهر احسن. وجيت بس كل قصر حبك ليش يقول حبك؟ ليش؟
حبك خلاص حبك خلني ساكت بس واحد يقول لي انا بدعمك بسيارتي استغفر الله. حزين من الظما يطير. انا حزين منك، انا حرفيا حزين منك. بعدين الحين الليل الدنيا ليل لابس نظاره ليه، وبعدين منزل نظاره والله خايسه 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 ابعد. النظاره اخيس من ذا اللي جنبه حرفيا. بشتري التيك توك اول شيء من فيك انت وكل اشكالاتك والاشياء اللي بشتري التيك توك. انا كم هذا مليون صح؟ 1 2 3 4 5 6 10 مليون مليون انت والله اشتري التيك توك. حاب اشتري التيك توك من بعد مسحول عب اوصار حبك. انا احس اغنيه حلوه، انا ما سمعت الاغاني دي، احس اغنيه حلوه لكن صوته خرب حرفيا، صوته خرب شيء ينرفز يعني ينرفز بالزاف ينرفز. العيال هنا خلصنا من هذا حسن، نروح لمين؟ المارلين مارلين مدري ايش اسمه، ما هذا ما يس ما ادري من وين، لكن بتشوف عندنا مقاطع سهله ايش ما ورا شيء بتساعد عليك. هذه مارلين الحي اسمها، ما عندك كثير، عنده 132 مليون يعني المهم من عنده شوي. هو ايه ده؟ هو ايه الرد يا صد؟ ايش هذا؟ ستون حتى انا عندي رموش، ها شوف انا عندي حواجب رموش، اللي يقول حواجب لك وما اتدخل حواجب انا. فصاروا يقولوا علم جميل ما حدا خف فينا احنا حرين احنا من اوكي انا عجبني اجرب سو خلينا نجرب. اوكي مسكرة انا حصدم هاي اللي هي هاي مسكرتي المفضلة حرفيا سو إشارة مرور هذه، إشارة السيارة. شو السخافة؟ لا عن جد. ليه حجبها كذا يقهر؟ حجبها يقهر، أنا عارف العيال يسوون حركة. هي في الحجب هنا قصة بس كذا طارف شوي، إيه طبعًا هي حرام أنا ما أعتقد، مرة حرام، لأنه تصير تنمص أو ما أدري إيش اسمها، المهم نمص لعن الله نمص ومتنمص، لكن هذه لا أنا فاطسة ما أدري. خلاص زبطها قبل ما تبس. قبل ما تبس. أوكي كعليكم تسوون تجيبون المسكرة. مسكرة أنا كرم عيد العاب أكره كرم طبيعي. نحن حرين نحن خلقنا ومن طين هذه شو اسمها الأشلة هذه؟ والله ما أدري شو اسمها بس مكتوبة أنا زوجتك أو أنا زوج. إيه 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 ده يا إيش قاعد يصير؟ حجم يقهر حجم ينرفز. قلبي عادي تعيد هذا مكان. مقبول مرض؟ ما أدري. إن كان مرض أنا أعتذر، لكن إذا كان فزق أنا وجه لا ما يصير خرا. ما حد يريدك. وإني خاسر فتلك مضار. والله نحتاج المال ونحتاج أبو المال. سؤال بس سؤال، مين اللي مسوي بشعرتي ها؟ هو الحال وصار هيك؟ لا بالمال. وبعدين لو المال انت فتحت حسابك والله قص ايدي لو فتحتي. لا 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 كاين جمال هنا في يكون لبس خرا، لبس يقهر مره يقهر، ما نحتاج المال الحين قسم بالله خصم مقطع ترك ضرع عنقه ما يطيرون. الحين أود أسأل سؤال، هذه بحكم أنها أمك، ليه ما تربيت من جديد؟ ها إيش إيش بس الخرا؟ إيش يا المرة تنرفز، ما مرة تنرفز. ويا عيال أوكي شفت شغلة إنها قد يعني كانت هذه حقة الحاجب، شوفوا حاجبها هنا كله ساق كامل، قد أخرة والمصحف يطلع وجهك مرة خرا. بسببك قادر أمي ما بتعليك طلعت كل الشبيحة نفس الأخلاق. أنت العلماني ما أدري إيش أسمها حلوة. شو اسمه الفرق؟ شوف أنا قبل كان سنوني فرق مرة، كانت لسه
يدخل منها سجين كامل، سيارة قامت تدخل بين سنوني، لكن الله عدلها. ليه؟ لأن ما أدري، الحمد لله تعدلت، ورغم ما تعدل عندي جزئ. بشوف آخر مقطع لها، نرفزتني صراحة. ليته فيلم هندي، ليته فيلم هندي، فيلم خلني ساكت يا خلني ساكت، خلني ماسك نفسي قبل ما انفلت عاد عليه. بانفلت صدق. بعدين حركة دي، الحركة دي 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 اللي حقت ايش؟ استنى اوريكم اياها. شوفوا نجب شوي انت معك. هذه شوفوا يا عيال تنرفز، يا عيال تنرفز مرة مرة تنرفز قسما بالله. الحين انا ودي اسال سؤال ابوش، خلنا نقول الحي هذا مدري شو اسمه، حي المهم مدري شو اسمه، ان شاف المقطع راح يقول اوه هذه تربيتي، هذه اللي افتخر بيها. اذا حدا مثلا شافه في الشارع يقول له بنتك تحت المقطع نزلته، يقول له هذه بنتي انا مفتخر بيها. اذا ابوه جاء الله يعني هيش افتخار، قسما بالله ازق افتخار شتى بحياتي. قالت تنرفزت، وانا كم مقطع شفته؟ 6 مدري 5 مقاطع، قسم لا اني تنرفزت، جتني كتمت. اوكي يا عيال، انا كل ما صارت المقطع تصل لايك واشتراك، وحسابات موجوده تحت في صندوق الوصف، تابعوني عليها كامل، وصلوا على النبي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ومع السلامه.